عليكم البنات، مرحبا بكم معنا في فيديو جديده. معكم ايمان من مجوهرات فاتين مره اخرى. لليوم غادي نقترح عليكم باك دو مارياج اللي كيجي خفيف وزوين وانيق في اللبسه ديالو. لا باك اللي غنقترح عليكم اليوم كتجي على هذا الشكل، كتجي شي حاجه اللي انيقه وغزاله. نشوفوها عن قرب. باردون فوالا البنات، لا باك دو مارياج كتجي بحال هكا، كيجيو فيها هنا هاد الحجيرات لي بيان سيرتي، كتجي رائعه وغزاله. من الجنب كتجي على هاد الشكل، من اللور كتجي بحال هكا، واللبسه ديالها كتجي انيقه وغزاله وخفيفه وعاطيه للعين. او ميم طون كيجي بحال هكا ملبوس، شي حاجه اللي انيقه وزوينه وكلاسيك، كتجي غزاله ورائعه في اللبسه وبراتيك بوغ شاك جور. كنتمنى ان لا باك اللي اقترحت عليكم اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. لي زانفورماسيون ديالها كيف العاده غتلقاهم في لا باغ دانفورماسيون. بصحه والراحه، وما تنساوش مجوهرات فاشين ذهبي حتى عندك. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك. و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.